تعالوا مع بعض بقى نبدأ يومنا، نطمن على حالة الطقس النهارده ونشوف أخبار الجو إيه وإحنا بنبدأ يومنا ونازلين. الحقيقة إنه بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. تعالوا مع بعض كمان بقى بالتفاصيل كده نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية، ونبدأها مع بعض بالقاهرة. النهاردة القاهرة سجلت 30-22، بالنسبة للإسكندرية 28-20، الإسماعيلية النهاردة 29-21، الغردقة 33-23، والمنيا 31-22، سوهاج سجلت 36-23، أخيرا أسوان 38-25. تعالوا كمان ننتقل لدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، ونروح للرياض اللي سجلت 28-18، بالنسبة لأبو ظبي 32-26، أنقرة النهاردة 22-15، لندن 11-4، وواشنطن 15-2، باريس سجلت 12-7، أخيرا بكين 7-3 تحت الصفر. تعالوا كمان نتابع كده مع بعض تقرير مفصل بأسعار العملات والذهب، وإحنا بنبدأ كده اليوم نشوف آخر تحديث ليهم.